فارس السؤال بيقول إذا كان قياس الزاوية الداخلية لمضلع منتظم يساوي 144 درجة فأوجد عدد أضلاعه. هنا أعطاني قياس الزاوية الداخلية لمضلع منتظم اللي هي 144 درجة ويبغى عدد الأضلاع. طب خلينا نفكر فيها سوا. زاوية واحدة قياسها 144 درجة، طيب مجموع قياس الزوايا الداخلية حيكون كم؟ حيكون N اللي هو عدد الأضلاع مضروب في 144 درجة. احنا برضو نعرف انه مجموع قياسات الزوايا الداخلية هو N ناقص 2 في 180 درجة، يعني المقدارين دي تساوي بعض. يصير نكتب المعادلة 144 مضروبة في N يساوي N ناقص 2 في 180 درجة، ونحل المعادلة، نوزع الضرب على الجمع تصير المعادلة 144 N يساوي 180 N ناقص 360 باستخدام خاصية التوزيع. بعدها نطرح 180 N من الطرفين وصار عندي ناقص 36 N يساوي ناقص 360. بعدها نقسم الطرفين على ناقص 36 عشان تطلع قيمة الـ N اللي حتصير N يساوي 10، يعني عدد أضلاع هذا المضلع يساوي 10 أضلاع، يعني حيكون عشاري منتظم.